طبيعة الحال واش تكلمت يعني حقيقة يعني في يعني في النظرة الأولى تاع المباراة يقعد الفريق أنه درس الفريق الخصم، درس الفريق الكرواتي. الفريق الكرواتي يعني كانت في حرب، يعني تقول استدير كل واحد يفو سانستالي في لو كون تاع الفريق الآخر. تشوف بار انترميتونس سي بوقت وين الفريق الياباني يمشي تقريبا من اللاعبين تاعو في نصف المنطقة تاع الفريق الكرواتي، من بعد هذيك عاود كان فيه صراع. هذاك هو الشيء اللي خلى براتيكمون الفريق الياباني كان يتعب قليلا، ولكن كي تشوف في اطوار المباراه الفريق الياباني اثمر النتيجه تاعو، اثمرت بهدف. الهدف كنت تكلمت عليه انتيا في الركنيه نرجعوا قليلا للركنيه، علاش الفريق الياباني يلعب ركنيه بهذيك الطريقه؟ كل ركنيه تاعو بهذيك الطريقه. الركنيه اللي جابنا الهدف الاول للمنتخب الياباني هدف مهيده. لانه الفريق عارف نقاط الضعف تاعو، نقاط الضعف تاعو هي اللي كلفاته اليوم تعادل. يعني نقطه الضعف يعني ينيغوسي با لي بون بالون، يعني الكرات القامه تاعهم ما تسمح لهمش ينيغوسيو دي بالون اون لير. الوغ سي نورمال كو يلعبوا الكورنر اي لو فون سورتير بور ديستابيليزي لا ديفونس. يعني راني راح تحرك انت ان بلوك كومبلي، ان بلوك كي تعمل كورنر ديريكت لو بلوك يقعد في مكانه. يعني البريمي بوتو الي كوفير، لو دوزيام بوتو لو غارديان بوت، هما يفون سورتير لو بالون. المنتخب الكرواتي شفنا طريقه دفاعه، هل هو يلعب يعني في الركنيات يلعب ديفونس اون زون ولا يلعب الماركاج انديفيديوال؟ في رايك انت؟ لا هو براتيكمون تلعب اون زون، بصح البنيه المورفولوجيه تاعو تسمح له انه يلعب اون زون بارابور لي جابوني، لانه طول القامه تاع الكرواتيين مع اليابانيين ماريش متساويه. صدير لا زون نتا واحد طويل، كي الكره تاع كي الكره تفوتو عارف بليك راح تزيد تمشي. شنو الفرق بين لا ديفونس اون زون والماركاج انديفيديوال؟ انتم مدافعين تاع اكساس بامكانك التدخل، انتم مدافعين تلعبوا في اللاكس في زوج. شنو هو الفرق؟ سكي بور لو ماركاج انديفيديوال، يعني هي كلمه جا انديفيديوال، كل واحد يروح للخصم تاعو، يعني يقعد غير ان سول جوار اللي راح يمد روحه في البوطو. هنا لو غارديان الى اون تري غروند ريسبونسابيليتي، علاش كي تفوت الكره من القائم الاول ولا فات باغ اكزومبل ناخذوا الطول تاع اكساس، القامه تاع اكساس يكونوا بريمي بوطو، ولا فاتوا الكره عاليه خلاص ما كانش اللي راح يجي مور اكساس يسجلها، مستحيل. يعني هنا ترجع للحارس، من بعد ولا فاتت الحارس راه الكره راهي مشات. في حاله اون زون يعني تحط لو بريمي، ومن بعد عندك لو دوزيام الى موراه، اون بليس لو غارديان بيناتهم، لو تروازيام يكوفر لو دوزيام بوطو، من بعد تيك سي لو روتومبي دو بالون. لي دوزيام بالون سكون ابل حنا سكون حنا سكون ابل حنا لي دوزيام. بصح هادي تاع كل واحد لازون تاعو، لازون تاعو دي فوا ميم قليل، يعني ما تمشيش كثير، سورتو كي يكون الخصم يعني عنده بنيه مورفولوجيه يعني هائله. باغ اكزومبل طيح مع فرق لي فريمون يعني يمشوا عندهم راسيات قويه، ما تقدرش تخدم معاهم اون زون، تي اوبليجي دو لو ديزيكيليبري. هما نظن انا اليوم الفريق الياباني ديزيكيليبر لو بلوك، يخرج لو كورنر باش انت تكون اون بوزيسيون، الكره هكذا ترجع الكور تاعك تدوره، كي تدور الكور تاعك لافونتاج يصرا بلوس بور لي جابوني اللي قصر قامتهم. بصح لو كان يضربها ديريكتومون الطول تاع القامه تاعهم ما تسمح لهمش ياخذوها.